المريض بيجي يقول الدكتور عايز يكتب لي انسولين، وانا حالتي متاخره يعني انا وصلت لغايه ما اخد انسولين، وبيبقى مندهش وزعلان. ده مفهوم خطا. الحقيقه الانسولين من الممكن انه يتاخد من اللحظه الاولى، زي الناس اللي عندهم انسولين من النوع الاول، او حتى الناس اللي عندهم من النوع الثاني. احيانا لما يكون السكر مرتفع جدا ساعه ما نكتشفه بنحتاج ان احنا ندي انسولين وننتظر شوية لغاية ما السكر يتحسن، وبعدين نرجع للأقراص مرة تانية. الإنسولين بيتاخد أحياناً لو أنا باخد أقراص واحتاجت أخد إنسولين، لو عملت عملية جراحية، لو سخنت وارتفعت حرارتي، لو أصبت إصابة في حادث ولا حاجة، بضطر أخد إنسولين لبعض الوقت. إذن فكرة إن أنا الإنسولين معناه إن أنا حالتي تأخرت وإن أنا يعني محتاج لحاجة غريبة، ده مفهوم خاطئ الحقيقة. لازم نفهمه كويس علشان نعيشها صح.